بسم الله الرحمن الرحيم. شرح طريقة الكتابة في خط النسخ. أولا زوايا تلعب دور في هذا الموضوع، لأنه مثلا وضع شرح هذا الموضوع محلوف لا وضعنا هنا صفر درجة هنا صفر درجة. الموضع موضع قلم تاعي هنا السن الوحشي وهنا السن الأنسي، ومسافة بينهما تسمى قطة القلم. إذا وضعنا على هذه الزاوية مثلا، عندما نريد كتابة مثلا ألف، لاحظوا هذه المسألة يبدأ يعني طلاب الخط في المراحل الأولى يقعون فيها. إذا وضعنا قطة قلم هنا ثم لاحظ أنه كلما وضعنا قطة قلمنا يعني من هذه الزاوية إلى صفر درجة اتجاه صفر زاوية هنا، يعني حجم الخط يزيد هذا السمك. وكلما اتجهنا إلى هذه الزاوية وجدنا قطس أو عفوا الحجم يقل. الألف أولا نبدأ بالنقطة، النقطة هي زاوية أيضا، عندما نضع تقريبا الزاوية على هذا الاتجاه ويأتي بشكل عفوي للخطاط المتمرس، ثم المتدرب يعني يستطيع أن يعمل هكذا ثم يضع قطة قلم بهذه الزاوية تقريبا هنا 45 درجة. لاحظوا هنا ثم أسحب، وبكثرة التمارين يعني نعتمد على أشياء يفيدنا في كتابة، ثم أصبح أكتب بشكل عفوي بشكل عفوي النقطة هكذا تقريبا النقطة تكون متساوية في مسافات هنا، وهي مهمة أيضا وهي وحدة قياس في الخط في الحروف المفردة واتصالاتها والكلمات إلى آخره السطر. إذن ألف أضعه على زاوية 75 درجة وأسحب بالشكل لا يشاهد يعني بعض التفاصيل. أعيد وأشرح بعض التفاصيل في حرف الألف. أولا حرف الألف يعتمد على هذه الزاوية 75 درجة أول. ثانيا ميزانه 5 نقاط، أنا بشكل يعني سريع إنه مثلا أزينه بهذا الشكل أفضل، يضبط الميزان النقطي. إذا حرف الألف بهذا السمك ميزانه بهذا الشكل، لاحظ الفرق، يأخذ تقريباً